مرحبا بكم مستمرين مع سلسلة تعلم برنامج الوورد. وصلنا بالدرس الثالث السابق إلى الباراجراف. طيب هسه راح نجي على قائمة الهوم. تتذكرون ذاك الدرس كتبت مرحبا كيف الحال، مرحبا كيف الحال، مرحبا كيف الحال 3 مرات كررتها. لا، أنا أشي بتكرار أتعب بالكتابة أو أريده بصورة أسرع مما أكتبه. أكو طريقة يسمونها النسخ. شنو النسخ؟ النسخ يعني كوبي، يعني مرحبا كيف الحال اكرر، شوفوا مرحبا كيف الحال اظللها، وروحا على الخيارات هذا، شوف قبل ما اظللها خل الغي التظليل. شوفوا اجيت على الهوم، اجيت على شيء اسمه كليب بورد. كليب بورد شوفوا هنا الكوبي والكات لونهم باهت، يعني لما اضغط عليهم ما مفعلات، لان ماكو امر كوبي. اذا شو تريد تنسخ لازم احدد. شوفوا لما احدد سواء كلمه دبل كليك، شوفوا ظللت، او اريد احدد 3 ضغطات اضغط راح تحدد لي فقره كامله. زين، انا ما ادري الفقره، اريد جزء من الفقره، اخلي المؤشر مال الماوس هنا واضغط بالشيفت واسحب يمينا او بالماوس واسحب، واروح على كلمه كوبي. شوفوا مجرد جيت كوبي اضغط نهايه السطر، شوفوا هنا اخلي المؤشر اعطي سبيس يعني فراغ من لوحه مفاتيح، واضغط يا اما كترول في من لوحه مفاتيح او اضغط على كلمه بيست. شوفوا بيست مش معناها لصق، شوفوا لصق، اضغط مرة ثانية حيلصق، مرة ثانية ثالثة رابعة خمسة سادسة وهكذا بعدد المرات اللي اريدها. طبعا البيست فيها خيارات هاي متقدمة، لكن خلونا احنا كمبتدئين نتعلم هاي الطريقة. زين، هسه بما انه تعلمت الكوبي والبيست، اكو امر ثاني اللي هو الكات. شوفوا فوق الكوبي كات، ايضا ما باهت الا اظلل، فنجي نظلل. فرضا انا اريد مرحبا كيف الحال مكررة عدة مرات، اكو وحدة من المرات ما اريدها، مرحبا كيف الحال هذه واضح او غيرها، ظللتها واروح على كلمة كات ضغطة واحدة، شوفوا شو صار بها، انحذفت كات معناها قطع، واضح؟ جيد. زين، نجي من الساعة قلنا انه الفقرات، او الدرس السابق الدرس الثالث قلنا انه الفقرات ممكن اكو شيء اسمه جاستيفاي بها. الفقرة ماكو جاستيفاي، جاستيفاي تضبط الحواف. مرات تشوفون الكتب او المجلات، شوفوا ما معقوله كل اسطر عدد الاحرف ثابت، مثل سطر 15 حرف، السطر الثاني مو بالضروره 15، ممكن يزيد او يقل، فلا بد انه يزيد او يقل. فشلون صارت انه الحروف بين كانها متساويه؟ استخدموا خاصيه جاستيفاي الضبط. الضبط طبعا انواع، راح ناخذ ابسط شيء كمبتدئين جاستيفاي، شوفوا ضبط للبدايه والنهايه كانها مسطرة كاتب عليها، هو يمد الحروف وينطي فراغات من يمه، واضح؟ هاي الجاستيفاي والكوبي والكات، واخذنا البيست. طبعا الكات ايضا، الكات لما اخذها كات اقدر الصخها، اسوي لصق، يعني فرض خلينا نجرب مثلا لا غير لفظ الجلالة، مثلا بس كلمة كيف دبل كليك عليها واخذت كلمة كات، شوفوا راح تنقطع تنشال. روح للنهاية، أريد أمس كلمة كيف كيف، راح أضغط كترال في كترال في كترال في كترال في، شوفوا هذا كيف، أو أروح على البيست اللي لصق منه، بيست 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 بيست، واضح؟ درسنا اليوم خلص بما يخص قائمة الهوم بالأمور الأساسية للمبتدئين. عندنا أمور أخرى لكن راح ناخذها شيئا فشيئا بالدروس اللاحقة إن شاء الله. شكرا لإصغائكم.